تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 14 فبراير 2017. المرة التانية اللي بكرره بسرعة شديدة جدا، هذه الخدمة هدفها واحد بس، التذكرة ليا أولا مع حضراتكم باليقظة الروحية. لا أنا أقصد أحدد مواعيد، لا أقصد أخوف حد، ما أقصدش شيء، أقصد أذكر نفسنا باحتياجنا الشديد لحياة الاستعداد، لحياة اليقظة الروحية، إن إحنا نكون إيماننا عامل، إن إحنا نكون نور العالم، مصابيحنا مضاءة، إن إحنا كل يوم نخلي بالنا مصباحنا لسه فيه زيت يكفي للإضاءة، لأن إحنا نور العالم اللي فاضل مع الظلام اللي بدأ يسود وابتدى يسود قوي في الظلمة اللي بقت في العالم. أفضل أقول لنفسي ولحضراتكم نستعد باستمرار حتى لو المسيح لسه هيجي القرن الجاي، أفضل بكتير من إن أنا ماخدش بالي والإنسان يهمل ويفتر وينشغل بالشغلات العالمية والمسيح يجي أو الإنسان يسلم وديعته أو الظلام يسود، ما نكونش إحنا نور العالم. ربنا قال لنا علامات كتيرة وكان قاصد يقول لنا هذه العلامات، قال حروب، أخبار حروب، هيكون في دخان وفي نار، براكين، زلازل عظيمة في أماكن، مجاعات، أوبئة، مخاوف، علامات في الشمس وغيره وغيره وغيره. ليه ربنا قال لنا الحاجات دي كلها قبل ما يبصرون ابن الإنسان أتيهم في السحابة بقوة ومجد كثير؟ لعدة أسباب. واحد، عشان أول حاجة ما نخافش، لأن حاليا اللي يحضر الأخبار اللي بتحصل في العالم فعلا الأخبار بقت تخوف، لكن ما تخوفش أبناء ربنا، لأن ربنا قال لنا كل ده هيكون على قبل مجيء الإنسان. الحاجة التانية، عشان نؤمن في زمن بيشككونا في وجود ربنا نفسه وفي كل كلمة من كلام ربنا في الكتاب المقدس، فدانا حاجات واضحة تحصل قدام عينينا اتكتبت من آلاف السنين، نصدق إن قد إيه الكتاب ده رائع جدا وصادق في كل كلمة قالها. والحاجة التالتة والمهمة، علشان اليقظة الروحية، ربنا قال لنا هيقول لنا الحاجات دي أول ما تبتدي نفتكر ونخلي بالنا ونرفع رؤوسنا، لأن نجاتنا تقترب. ليه؟ لأن ربنا عارف إن الزمان ده هيكون العالم يتفنن إزاي يسرق وقتك ويدخلك في حياة الفتور. نلاحظ حاجة غريبة في الزمن القديم، دايما الناس يا إما حارين يا إما بردين، وممكن يتذبذبوا ما بين الاتنين بسرعة، يبقى حار وأحيانا يقع في الخطية يبقى بارد، بعد كده ربنا ينبهه يرجع على طول يبقى حار. الزمان الأخير ده يزيد في نسبة الفتور اللي ما كانتش موجودة بكثرة مثل هذا الأمر. ليه؟ لأن ده الشيطان اللي عامله، اللي قصده. خلي بالك الشيطان قاصد إنه يشغلك بالتلفزيون، خلي بالك الشيطان قاصد إنه يشغلك بالأمور العالمية الحياتية اللي بتسرق وقتك وملحقتش حتى تصلي ولا تقول كلمة ربنا، مش زي الوقت زمان اللي كان فيه بركة، دلوقتي نقول إن الوقت مفيهوش بركة. الشيطان قاصد هذا الأمر، فربنا في المقابل اداك حاجات تفوقك روحيا لحياه اليقظه. علامات في السماء، واللي خلاص لا يختلف احد ان الاجسام الفضائيه اللي بتقترب من الارض واللي بتسقط عليها خلاص فعلا اصبحت ظاهره واضحه زي ما قال لنا الكتاب المقدس بدقه. كرات ناريه كبيره تتشاف فوق ويسكونسن والينوي والبرازيل وغيرهم فيما وصل 170 بلاغ، كلهم على بيشوفوا كرات نارية في السماء، الأجسام أو النجوم اللي بتتساقط، أو كلمة نجوم في اليوناني مقصود بها أجسام فضائية. بينما في نفس الوقت يقترب المذنب ب 45 من الأرض. هذا الخبر قدام حضراتكم. يوم الجمعة اللي فات كان في كسوف مع وجود المذنب اللي يعد من الأرض مع وجود المقتمر الكامل اللي هو المكتمل في نفس الليلة، ده من US Today. فالمسيح زي ما نبه وقال ان احنا بنعرف نشوف السماء وما بناخدش بالنا من حياتنا الروحيه، فربنا بيدي علامات في السماء عشان تفكرني ان انا انتبه لحياتي الروحيه. الطقس، سبع عواصف رعديه زي ما قال لنا فعلا الكتاب المقدس، هتبقى امم بحيره البحر والامواج تضج، الطقس العالمي بقى فعلا مضطرب، مع رياح قويه تصل لدرجه التدمير وكور ثلجيه هيل تهدد وادي أوهايو، أعاصير عنيفة تضرب لويزيانا تسبب جرح 40 شخص وإعلان حالة الطوارئ. فعلا بيئة الطبيعة يعني بتلف السكان، أو الأرض بتلف السكان، طبيعة بقت بتموت الإنسان. بعض المناطق الشمالية في مونتانا أصابها 5 أقدام تلج، يعني لو واحد قصير شوية
يوصل التلج لشعره. وصفت انه 5 اقدام سنو، 5 feet في سنو، وغرقت في بعض المناطق. وقدم من التلج يصيب منطقة نيو انجلاند اللي يعتبر ده كتير فيها، ويسبب شلل في المواصلات، وده من اكي ويذر. الفيضانات مستمرة في إيداهو، ويتزايد عدد المدن اللي تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات. وأدي المناظر، المناطق اللي غرقت بسبب الجفاف، حرائق عنيفة تدمر مناطق كبيرة في شيلي، ويبدأ التحكم فيها تقتل 11 شخص للأسف، وتسبب خسائر 300 مليون دولار، ربنا يقويهم. أيضا حرائق قوية في عاصمة الفلبين تسيب 15 ألف شخص بدون ماء، ده من رويترز. فعلا فعلا من كثرة الخطية الأرض بدأت تلفظ السكان. الزلازل اللي زادت، اللي محدش يقدر ينكر هذا الكلام، يوم الثلاثة اللي فات 34 زلزال على طول نسمع منهم، زلزال 6.3 في باكستان، رقم 6 ده اللي كان نادر جدا بقينا دلوقتي لازم نسمعه مرة في الأسبوع، وكتير 5 فما فوق. يوم الجمعة 32 زلزال في يوم واحد، منهم 6.5 في الفلبين، وكتير 5 فما فوق. يوم السبت 36 زلزال، منهم 1.6 أو 5.9 في تايوان، وكتير 5 فما فوق. والأسبوع ده يصنف إن حصل بيه 82 زلزال قوي، ده من يو اس جي اس. زلزال باكستان اللي هو 6.3 سبب خسائر، وده من راشن تايمز. الزلزال آسف، شق أرض عملاق حصل في باكستان سبب مخاوف بين المحليين، وأدي منظره. زلزال الفلبين 6.7 أيضا سبب خسائر، وده من رويترز، واللي تخفض من 6.7 إلى 6.5. على فكرة في عادة في يو اس جي اس يخفض قوة الزلازل. البراكين، 4 براكين تستعد للانفجار في أيسلندا، ده هيسبب كارثة فعلا لو حصل مع بعض. بتتكلموا على جلوبال وورمنج، البراكين لوحدها بتعمل أكتر من الجلوبال وورمنج الوهمي اللي بيتكلموا عنه. خريطة البراكين، بدون ما أصدعكم، كمية البراكين النشطة، خريطة البراكين النشطة في يوم واحد زي يوم الاثنين اللي هو امبارح، كل دول، كل دي براكين نشطة في يوم واحد، وده من فولكينو ديسكفري، ده يوم 13/2/2017. فتحة أرضية عملاقة تفتح بالقرب من أعلى سد في أمريكا في كاليفورنيا، ده من ناشونال جيوغرافيك، آدي منظرها. طبعا سببها ضغط المية العالي بعد سنة من أمطار غزيرة في كاليفورنيا، كاليفورنيا اللي كانت تم فيها جفاف شديد، ولما صلوا أصحاب المزارع المسيحيين جت مطرة، ولكن المطرة جت بالخير للكثيرين، ولكن أيضا في بعض المناطق اللي بتفتخر بال، مش عايز أتكلم إيه اللي بيحصل في كاليفورنيا، المية بدأت تقرب خراب ومشاكل كبيرة. أنتوا عارفين كاليفورنيا اللي كانت بتهدد إنها تمنع الأموال اللي بتوديها للفيدرال وتعمل الولاية بالكامل ولاية ملجأ، عارفين ان الولايه دلوقتي محتاجه مساعده الفيدرال اللي هو ترامب، والمشروع ده اتاجل. ما علينا، دي ملاحظه صغيره. بسبب الميه الكتيره لاول مره يستخدم نظام اطلاق المياه بتاع الطوارئ من ورا الخزان بسبب ضغط المياه الشديد، ادي المنظر. وبدا اخلاء المناطق المحيطه بالسد اللي بدا تدريجيا يفشل، السد بيبوظ وبيتكسر، هذه المنظر قدام حضراتكم. وعلى فكرة في توقع انه تكلفته هتكون 300 مليون دولار لتصليح الكوارث، ده بالاضافة ان هو ممكن لو انهار بالفعل بالكامل هيمحي مدن، هيعمل موجة تسونامي ارتفاعها ممكن توصل لمئة قدم تمحي مدن قدامها. موت الكائنات الجماعي اللي قال لنا عنه الكتاب المقدس بوضوح على سبيل المثال 0 هوشع 4 و0 صفانيا 1، واللي هيحصل قبل عقاب الإنسان، وابتدينا نشوفه بالتفصيل بعد ما كنا نسمع مفيش خالص أو حادثة أو 2 أو 3 في السنة، وصلنا نسمع قد إيه في الأسبوع. يوم 29 يناير موت 400 قرد في غابات البرازيل، ويتوقع أن السبب هو انتشار حمى الصفراء
يوم 30 يناير موت 63 ألف من طيور بسبب إنفلونزا الطيور في إنجلترا. يوم 3 فبراير موت الآلاف من الأسماك في شاطئ في ولس. نفس اليوم موت، اسمعوا الرقم ده، 1300 طن من الأسماك. أكرر الرقم، نحن مش بنتكلم على طن أو اتنين أو تلاتة، الرقم اللي بقينا نسمعه كل أسبوع ده 1300 طن من الأسماك ماتت فجأة مرة واحدة في الفلبين. أيضا في نفس اليوم موت الآلاف من أنديل البحر بطريقة لم ترى من قبل في شاطئ في كوينزلاند في أستراليا، وده من راشن تايمز، وده المنظر قدام حضراتكم، الشاطئ على مرمى البصر أنديل البحر ميت. كل ده لدرجة من الكم الضخم من أنديل البحر الأزرق ده حول رمال الشاطئ للون الأزرق في أستراليا. متخيلين؟ كل ده. أيضا في نفس اليوم موت الآلاف من صغار السلاحف أيضا في شاطئ في كوينزلاند في أستراليا، ده من ABC نيوز. يوم 6 فبراير موت الآلاف من البط البري في واشنطن في أمريكا، وده من هيرالد. نفس اليوم قتل 71 ألف من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في اليابان، وده من جابان تايم. أيضا في نفس اليوم موت أكثر من 200 من الطيور البحرية في شاطئ في بيرو، وقعت كالعادة ميتة. أيضا يوم 8 فبراير موت الآلاف من الأسماك في شاطئ في بيرو، أيضا المنظر. في نفس اليوم قتل 20 ألف من البط بسبب إنفلونزا الطيور في جمهورية كازاك، آسف لبنطقها خطأ سامحوني. أيضا في نفس اليوم فيروس قاتل يموت 2500 ماعز جبلي في منغوليا، وآدي المنظر قدام حضراتكم. كل دي حوادث موت كائنات جماعي في أسبوع لغاية 2007 و2008، يا حالة يا اتنين يا تلاتة أو مفيش، بنفس وسائل الأخبار والساتلايت والإعلام. مش ده اللي قال عنه الكتاب المقدس اللي هيحصل في أواخر الأيام قبل عقاب الإنسان، اللي في نفس الفترة زادت فيها الزلازل، اللي في نفس الفترة زادت فيها الأوبئة، اللي في نفس الفترة زادت فيها البراكين. الألاف من النحل الميت تلقيه المياه على شواطئ فلوريدا، هذا المنظر. مئات الحيتان تموت في جماعات كبيرة في شاطئ في نيوزيلاند، ده من جارديان. جراد يصفوه بحجم الكارثة الكتابية، يدمر 1000 هكتار جديد من المزروعات، يشبهوه بالخراب ان هو يجمع ما يوصل الى 2700 هكتار في بوليفيا او ما يساوي 6672 فدان، واعلان حالة الطوارئ. متخيلين قد ايه؟ عشان كده يصفوا هذه الكارثة بحجم الكارثة الكتابية. ضربات موسى العشر واحدة منهم. بعد 6 سنين من كارثة بتاعت فوكوشيما والتسرب الإشعاعي، لا يزال معدل التلوث الإشعاعي يرتفع، وده من فوكس نيوز. لغاية دلوقتي لا يزال تسرب إشعاعي بيحصل وبيزيد من مارس 2011 وحتى الآن. البعض يقول تسرب فوكوشيما قد يسبب تلوث إشعاعي للأرض لمدى 1000 سنة جاية. ما أعتقدش الأرض هتقعد 1000 سنة، لكن فعلا سبق وأخبرنا الكتاب المقدس أن سمك البحر ينزع. وحاجة غريبة، ما كانش حد من 2000 وشوية سنة ممكن يصدق حاجة زي كده، أن سمك البحر يموت، وهو قدام عينينا الإنسان فعلا يقدر يخلي سمك البحر في العالم يموت. انفجار يحدث في مفاعل نووي في فرنسا يجرح 5، لكن المسؤولين يقولوا لا يوجد تسرب إشعاعي، ربنا يستر، وده من الجارديان، لأن نفس الكلام اتقال على مفاعل يابان وطلع تسرب إشعاعي. أخبار الحروب اللي زادت جدا. طبعا مفيش غير ترامب والهجوم عليه.
ترامب يخطط استثمار تاريخي في القوات العسكرية الأمريكية، ويقول أن الإعلام يقلل من تهديدات داعش والخطورة بتاعته. ده من نيويورك تايمز. مدرعات أمريكية تصل لإستونيا لتقوية حلف الناتو بالقرب من حدود روسيا. ده من راشن تايمز. أمريكا تختبر صواريخ دفاعية في هاواي، هذه صورتها. نوع صواريخ أمريكية حديثة تصيب أهداف في الفضاء. روسيا تقوم بتدريب عسكري خاطف للقوات الجوية. بقت أصبحت كميات الأسلحة والصواريخ اللي بتتفجر في الأرض كتدريبات عسكرية أكتر من اللي كانت بتتعمل في حروب قبل الحرب العالمية الأولى أو ما يشابه ليها. الصين تستعد لضربة مسبقة ضد القواعد العسكرية الأمريكية. ده من ميل أونلاين. تعرفين أمريكا مش راضية ترخي، وفي الصين في المقابل مش راضية ترخي في موضوع الخلاف على جزر جنوب بحر الصين. كوريا الشمالية تخطط أن تستمر في إطلاق الساتلايت بالرغم من اعتراض الأمم المتحدة. أيضا البعض يتساءل، هل أمريكا يجب أن تستعد لضربة نووية من كوريا الشمالية على الشاطئ الغربي لأمريكا؟ فزي ما قلت لكم، فاكرين ساعة اللي هو الدومز كلوك، الساعة بتاعة الكارثة، دلوقتي أصبحت دقيقتين بس قبل منتصف الليل. إنذار جديد عن احتمالية استخدام كوريا الشمالية لقنابل كهرومغناطيسية. قنابل دي اللي ممكن ترجع بعض الدول إلى العصر ما قبل النهضة تماما، اللي يرجع الإنسان يبتدي يعيش على الخشب ويبتدي يحتاج غصب عنه لازم يزرع وترمبة المية اليدوي والكلام ده كله. فعلا القنابل دي اللي ابتدت تزيد، القنابل الكهرومغناطيسية اللي ممكن تبوظ حاجات كتير. كوريا الشمالية تطلق صاروخ اختبار لمسافة 500 كيلو يسقط في بحر اليابان. ده من راشن تايمز. ومحدش لغاية دلوقتي قادر يكلم هذا الشاب كيم جون آن اللي فعلا بيمثل تهديد على العالم بالكامل. خمائني بتاع إيران يتوعد ترامب برد فعل مخيف في الاحتفال السنوي بالثورة الإيرانية الإسلامية. وإيران يوم الأربعاء اللي فات تطلق مرة تانية صواريخ من نفس القاعدة، والتوتر يزداد ما بينها وما بين أمريكا. وده من فوكس نيوز. ولكن إيران تسحب صواريخ كانت وضعتها بالفعل في قاعدة صواريخ للإطلاق، فيما يبدو أنه إيران ابتدت تخاف وترجع ولو حاجة بسيطة. وده برضو من فوكس نيوز. روحاني اللي هو رئيس إيران يقول قوة إيران العسكرية هي دفاعية فقط. دلوقتي بدأت إيران تقول أن الجيش اللي عندها ده دفاع بس، وبيقول الكلام ده علشان يقلل من حدة التوتر مع أمريكا. تعرفين روحاني أخطر بكتير من خمائني. خمائني بيرزع الكلام وبس، وغالبا بيقول الحاجات اللي تكشف. روحاني اللي آسف هذا الماكر يظهر عكس ما يبطن ويقول عكس الحقائق. تركيا تطور صواريخ طويلة المدى. إدارة ترامب ترفض طلب إدانة السماح بمستوطنات إسرائيلية جديدة. فلسطين تطالب بتصرف عالمي ضد إسرائيل بسبب المستوطنات الجديدة. على فكرة إسرائيل في المستوطنات الجديدة عمرها ما رفضت حد فلسطيني يجي يعيش فيها، لكن فلسطين عمرها ما سمحت ليهودي يجي يعيش في أرضها. حماس قد تبحث عن تصعيد العمليات ضد إسرائيل. أيضا حماس اللي تبع الإخوان السنة والجماعة تحضر مؤتمر في إيران عن الانتفاضة.
الله، مش دول كفرة برضو؟ مش إيران الشيعية في نظر حماس السنية كفرة؟ البيت الأبيض رغم ما يحدث يفكر في إعلان إن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ده من نيويورك تايمز. راجل ترامب ده لو عمل الموضوع ده فعلا هيبقى راجل رائع. لو أعلن جماعة اللي هم دخلهم أوباما البيت الأبيض، اللي أصبحت فعلا جماعة دولية. ترامب قد يعلن أن حراس الثورة الإيرانية أيضا هم جماعة إرهابية. مئات الألوف يتظاهروا في إيران باحتفال بالثورة ويقولوا الموت لأمريكا. ودول اللي واحدة من السبع دول اللي اللاجئين بتوعها عايزين بأي شكل يروحوا لأمريكا، وهم بيصرخوا يقولوا الموت لأمريكا. فيا ترى عايزين يلجأوا لأمريكا وهم بيقولوا الموت لأمريكا ليه؟ ده من ياهو نيوز. دي من السبع دول اللي المسلمين الإرهابيين بيقولوا الموت لأمريكا وعايزين يلجأوا لأمريكا عشان يخربوا أمريكا. بشار الأسد يقول بكل تأكيد اللاجئين السوريين اللي بيروحوا أوروبا وأمريكا فيهم الكثير إرهابيين. ولما قالوا له نسبة قد إيه؟ قال لهم مش مهم النسبة قد إيه، المهم الكواليتي بتاعت الناس اللي رايحة. يعني رئيس سوريا نفسه اللي لما ترامب رفض يجيب لاجئين بدون فحص كويس خربوا له الدنيا، هو نفسه بيقول بيجي بعض بيطلع بعض الإرهابيين مع اللاجئين. وإيران اللي برضه واحدة من السبع دول اللي برضه ترامب عايز يفحصهم كويس قبل ما يجوا، واللي بيعترضوا الأمريكان اللي ما عمرهم ما درسوا التاريخ وفهموا الإسلام معناه إيه، برضه الإيرانيين دول واقفين يقولوا الموت لأمريكا. مش عارف أقول إيه. ضربة أمريكية تقتل أحد قادة القاعدة في سوريا، وده من يو اس توداي. النمسا تستعد، غريبة الضربات الأمريكية دلوقتي ابتدت تبقى مؤثرة. على أيام أوباما الضربات الأمريكية أوبس ده إحنا بالغلط وقعنا الأسلحة واديناها لداعش. لما ساب أوباما ومسك ترامب بدأت الضربات الأمريكية فعلا بتجيب إرهابيين. ها حاجة غريبة. النمسا تستعد وتغير قوانينها لكي ترسل جنودها لدول أوروبية أخرى لتساعدهم في منع دخول اللاجئين. وأوروبا ابتدت تغير سياستها على فكرة. وتقول أن الاتحاد الأوروبي لم يحمي جنوده، وده من راشن تايمز. طبعا أنتوا عارفين النمسا كانت بتلقح على مين؟ على ألمانيا. واللي ألمانيا دخلت لاجئين شوفوا قد إيه، ودلوقتي عايزة تصدرهم لبقية الدول الأوروبية. يعني مش عارف أقول إيه على ميركل اللي عملت هذه الأمور. دخلت المسلمين اللي بدأوا يعتدوا على البنات الألمان ويغتصبوهم في الشوارع علشان بنات الأصفر دول بالنسبة لهم، ودلوقتي عايزة تصدرهم لأوروبا. أربع صواريخ للأسف تطلق من سيناء مصر على إسرائيل. وداعش تعلن المسؤولية عن أربع صواريخ سيناء اللي أطلقت على إسرائيل، وده من ياهو نيوز. ولو المصريين مش واخدين بالهم وبيسمعوا الأخبار المصرية وبس، مع أنا آسف جدا ويحزنني لأن أنا مصري بحب مصر، لكن يحزنني إن أنا أبلغكم سينا ضاعت. سينا الآن داعشية. واللي مش مصدق يسأل أي حد يثق في كلامه عايش في سينا، ده لو كان لسه حد محترم عايش في سينا. أيضا بعدها تعلن داعش اللي أطلقت هذه الصواريخ الأربعة من سيناء أنه يجب على الأعداء اليهود توقع المزيد من هجمات داعش على إسرائيل من ناحية سيناء. داعش تنتشر للأسف في بلجيكا بكثرة برضو بسبب حجة اللاجئين، ويصل الأمر أن السلفيين بقيوا في بلجيكا بيدعو للإسلام في التلفزيون والإنترنت في بلجيكا، وده من راشن تايمز.
متخيلين؟ اكتشاف مقبرة جماعية كبيرة في العراق على يد داعش الإسلامية اللي لهم في رسول الإسلام أسوة حسنة، زي ما رسولهم كان بيعمل خندق ويذبح فيه الناس هم برضو بيعملوا نفس الأمر. أخبار عامة، وأنا آسف على بعض الأخبار اللي فعلا مزعجة وملوثة للفكر. العلماء ينوون تكوين أجنة بشرية من خلايا الجلد، وده من CNN. إيه رأيكم؟ ده اللي وصل له الانحدار. البشرية دخلت في عصر الأعضاء الإلكترونية في جسمهم من ميل أونلاين. عارفين الخيال العلمي البايونيك بادي؟ دلوقتي خلاص بدأ في التحقيق. صاحب الفيسبوك يدعم ماديا مشروع الشريحة المزروعة لقراءة الأفكار، والكلام ده من جريدة ذا صن البريطانية. فمايند ريدنج برين امبلانتس، شريحة بتتزرع في المخ عشان تقرا الأفكار. مايند ريدنج. يتزايد الشركات اللي تستخدم إنسان آلي اللي أصبحت تاخد وظائف البشر، وبنتساءل ليه البطالة زادت؟ وليه العالم بيخرب اقتصاديا؟ لا، العالم ما بيخربش اقتصاديا، ده الأغنياء بيزدادوا امتناء جدا جدا، البليونيرات القائمة بتاعتهم بتزيد وثرواتهم بتتضاعف، وأصبحوا يمتلكوا نصف ثروات الأرض، ودول نسبتهم لا تتعدى 1%، وبقية الناس في الأرض بيزدادوا فقر لأن الأغنياء هم اللي بياخدوها، والأغنياء بيستبدلوا البشر بالإنسان الآلي. نظام تهكير على سلسلة مطاعم أربيز قد تكون سرقة 355 ألف معلومات كروت ائتمان من روادها، ده من US Today. وصلت سلسلة موت بطريقة غامضة لأطباء الطبيعيات اللي مش متابع الموضوع ده، اللي بيخلفوا شركات الأدوية، مافيا الأدوية، خاصة إن دول معظمهم ضد التطعيمات. وصلت القائمة إلى 60 طبيب. أصبح الأمر دلوقتي كل طبيب يبدأ يفتح بقه ويتكلم ضد التطعيمات بيموت بطريقة غريبة، مرة يرقوه مرمي على نهر مضروب بالنار ويبقى الحجة إن هو انتحر، مرة يموت في حادثة بطريقة غريبة وغيره. فالهوليستيك دكتورز دول وصلوا لغاية دلوقتي 60 شخص في سنة. 60 دكتور من اللي لا يؤمنوا بالتطعيمات، أطباء عارفين المشاكل بتاع التطعيمات، 60 منهم ماتوا بطريقة أغلبها غير طبيعية، وفاة غامضة في سنة بس علشان ما بيثقوش في التطعيمات. إيه رأيكم؟ حاجة غريبة صح؟ واللي يشير لهذا الأمر يبقى طبعا بيتكلم على نظرية المؤامرة. إيه رأيكم في مافيا الأدوية؟ تعرفين من أغنياء العالم دلوقتي هتلاقوا تحت اسمهم إيه اللي سبق خلاهم يدخلوا في قائمة بليونيرات العالم وأغنى أغنياء العالم؟ هيكتب جنبهم فاكسينز، تطعيمات. والقائمة مش الأغنياء، لكن قائمة المقتولين من الأطباء تحتوي فقط على أسماء الأطباء اللي بيخالفوا التطعيمات. حاجة غريبة، التطعيمات بتاعت بيل جيتس اللي قال عايز يقلل بيها عدد البشرية. كتير من المواد الحافظة البرزيرفاتيفز ومحسنات الطعم الأديتيفز تعمل على الشذوذ. أكرر مرة تانية، الجينات ملهاش دعوة واتكلمنا عنها بالتفصيل، لكن المواد اللي بيحطها البشر بنفسهم بتبوظ الهرمونات من البرزيرفاتيفز ومحسنات الطعم، تقود أو تعمل على إفساد الهرمونات وتقود للشذوذ. والبعض بيتعجب، يا ترى الكلام ده اللي حصل في آخر عشرات من السنين بالصدفة أم خطة مدبرة؟ آدي المقال قدام حضراتكم، أو ما يسمى Weapons of Mass Feminization، إفقاد الذكورة للرجال. تلفزيونات فايزو الذكية زيها زي سامسونج
ترصد المشاهدين في منازلهم بالكاميرات اللي موجودة فيها باستمرار وبدون ما ياخدوا أي موافقة من هؤلاء. بيعتبر الإنسان اللي بيشتري تلفزيون فايزو أو تلفزيون سامسونج هو كده، لما بيشتريه بيقبل هذا التلفزيون بما يحمله من كاميرات تجسس ومايكات. خلي بالكم من التلفزيونات دي، أنا مش بهرج، صدقوني مش بتاع نظرية مؤامرة، الكلام ده فعلا بتعلنه هذه الشركات وبيأكدوا هذا الأمر. لو أنت مشتري تلفزيون من التلفزيونات الحديثة زي سامسونج ولا فايز ولا غيره، في كاميرات وفي مايكات بتسجل المتكلم، وحتى في مرة من المرات اتهاجمت فيها شركة سامسونج وقالت لو سمحت كل شخص عنده تلفزيون سامسونج حديث من التلفزيونات اللي تسمى السمارت تي في، لو سمحت ما تقولش حاجة انت مش عايزها تتسمع قدام التلفزيون. مش بهرج، دي مش نظرية مؤامرة، ده كلام ده اصبح معلن رسمي. وما تفتكروا CNN لما اعلنت انه الديمقراطيين عندهم مركز معلومات على كل الناخبين بالتفصيل، اسمه وسنه وعنوانه وهواياته والحاجات اللي بيحب يشتريها والقهوة اللي بيحب يشربها والمنتجات اللي بيشتريها والحاجات اللي بيتفرج عليها والكلام اللي بيقوله قدام التلفزيون، واعلنوا CNN جابت المعلومات دي منين؟ اللي كانت بتمدح فيها الحزب الديمقراطي بتاع اوباما وهيلاري كلينتون على دقة المعلومات، لدرجة ان الشخص بتجيله تكست مسج على تليفونه المحمول في الحاجة اللي بيحبها علشان ينتخب هيلاري كلينتون. جابوا المعلومات دي منين؟ إيه؟ اللي افتخرت CNN بالحزب الديمقراطي على دقة المعلومات اللي عنده واتريقت على الجمهوريين اللي ما عندهمش المعلومات دي، جابت المعلومات الدقيقة على كل واحد هواياته والحاجات اللي بيقولها من فين. اللي كنا بنقول عنها السنة اللي فاتت مؤامرة، شهر 11 اللي فات اكتشفنا ان هي مش مؤامرة، ده الكلام ده بيفتخروا بيه. مش مصدقين دوروا على CNN لما قالت في الحزب الديمقراطي بنك المعلومات اللي عنده عن الناخبين دقته ازاي. انا كنت مش مستعجب من المعلومه اللي اتقالت، انا استعجبت ان هم اعلنوا المعلومه وبيفتخروا بيها. تويتر يقول انه بدا ياخذ خطوات لتقليل تعبيرات الكراهيه. طبعا ايه تعبيرات الكراهيه؟ لما حضرتك تقول الاسلام الارهابي او تقول بعض التعبيرات الإرهابية في الإسلام أو غيره، ده تبقى ساعتها كراهية. لما تتكلم على الكتاب المقدس اللي بيقول الشذوذ خطية، ده كراهية. لكن لو حد يشتم الكتاب المقدس، لا مش كراهية، ده حرية. لو شاذ بيهاجم المسيحيين، لا ده حرية، ده مش كراهية، عادي. وتويتر اللي عايزة تقول الكلام ده 12,000 تويت ما تلغوش تطالب باغتيال ترامب، وتويت ما لغيتش واحد منهم. لكن حط كده مسيحي اتكلم على شذوذ خطيه تبقى كراهيه ويتشال التويت بتاعك او يتقفل الحساب بالكامل. 12,000 تويت لاغتيال شخص، ده بقى حريه تعبير. ايه رايكم؟ ادي العالم اللي احنا بقينا فيه، وللاسف ناس كتير مش واخده بالها. بعض المسؤولين الإنجليز يسعون لمنع ترامب من الحديث أمام البرلمان الإنجليزي في أثناء زيارته لإنجلترا. ده من التلغراف. غريبة، الليبرال المتحررين ما عندهمش حاجة اسمها لا ليبرال ولا حرية، يحب يمنع أهم حاجة رأي المحافظ ويتهم المحافظ إنه ما عندهوش حرية. حاجة غريبة، دايما الشيطان يلهيك واللي فيه يجيبه فيك. الشاذ ما يسمحش للمسيحي يتكلم بحرية ويتهم ان المسيحي ما عندوش حرية. الملحد يمنع المسيحيين من حرية التعبير ويتهم المسيحيين بعدم حرية التعبير. المسلمين يمنع المسيحيين من التعبير ويتهم المسيحيين بعدم حرية التعبير، وهكذا. غريبة دي، صح؟ عدد الطلبة المسلمين يزيد عن نسبة عدد الطلبة المسيحيين في أكثر من 30 مدرسة من المدارس المسيحية في إنجلترا. يا ترى المسلمين بيزرعوا أولادهم يدخلوا مدارس مسيحية في إنجلترا ليه؟ ما يروحوا المدارس الإسلامية، بيروحوا المدارس المسيحية ليه؟ تسرب لأخبار أن إدارة ترامب تسعى
أو تعمل على توسيع حرية الأديان، يقصد بها المسيحية. يا رب يكون فعلا يتمكن من تنفيذ هذا الأمر. شكرا يلي شتمتني بمامتي، ربنا يبارك حضرتك يا أستاذ كين. ترامب يتهم الإعلام الأمريكي المضلل مرة أخرى على إخفائهم لأخبار الهجمات الإرهابية الإسلامية، ده من واشنطن بوست. ترامب على فكرة عارفين ليه مستمر في التويت؟ علشان عارف إن الإعلام الأمريكي زي واشنطن بوست وسي إن إن والإي بي سي نيوز والكلام ده كله مضلل. ما فيش مدارس إسلامية؟ معلش اكتب بس إسلاميك سكول في إنجلترا، في لندن، في أي مدينة في أمريكية وشوف كمية المدارس الإسلامية تطلع لك قد إيه. برضو ربنا يبارك حضرتك. بالفعل الإعلام الغربي بالفعل يتكتم على الإرهاب الإسلامي. ده لدرجة الحادثة بتاعت كندا اللي راح ضرب في الجامع كان بيقول الله أكبر وحب يطلعوه إن هو مش مسلم بأي شكل، لكن هو إسلاموفوبي وهو داخل يضرب وهو بيقول الله أكبر عشان يقولوا كراهية ضد الإسلام. يا حرام والمسلمين المضطهدين. الإعلام الغربي قاصد يخفي الحقيقة والوجه القبيح للإسلام الإرهابي، بيخفي الاعتداءات المتكررة للاجئين المسلمين على بنات الأصفر. حادث إدمنتون كندا، مسلم سوري لاجئ أب لست أطفال يتحرش ببنات صغيرات في حمام سباحة في كندا عدة مرات، وكندا منعت التعليق السلبي على هذه الحادثة، ولم أجد جريدة رسمية اتكلمت عليه بهذا الأمر. الحوادث دي في أوروبا وكندا وأمريكا بقت للصبح قاعدة ترودوا فعلا حوادث كندا في داهية، ترودوا اللي بيلبس اللبس الإسلامي يروح يأكل معاهم في الجوامع. أيضا أتساءل ليه الإعلام الأمريكي لم ينقل على الإطلاق المظاهرات الكثيرة جدا في أوروبا وأمريكا ضد اللاجئين المسلمين الغير شرعيين علشان بيخربوا بلادهم، وينقل لنا بس إيه المظاهرات المؤيدة للمسلمين اللاجئين؟ ليه ما بيجيبش هذه المظاهرات الحاشدة ضد المسلمين اللي بيخربوا البلاد المسيحية؟ هاي الصور قدام حضراتكم، عمركم ما هتلاقوا الصور دي في CNN، عمركم ما هتلاقوا الصور دي في ABC News ولا نيويورك تايمز ولا واشنطن بوست ولا غيرها. ليه يا ترى؟ أيضا مظاهرات ضخمة وحاشدة للأمريكان الأسبوع اللي فات لوقف التدعيم المالي لمنظمة بلاند بيرنتهود الشيطانية، وبرضه الإعلام الأمريكي مش هيغطي هذه المظاهرات. يجيب لك ايه؟ مظاهرة 3 4 ستات يطلعوا يشتموا ويقلوا أدب في ترامب. مش حاجة غريبة؟ الخبر ده مش هتلاقوه في الإعلام الأمريكي الرسمي، لا CNN ولا غير ولا غير ولا غير. أيضا ليه الجرائد الرسمية زي CNN اللي بتهاجم ترامب ليل نهار على منع هجرة الإرهابيين المسلمين من 7 دول معروفين إن هم بيصدروا الإرهاب، ليه ما بتتكلمش على اضطهاد هؤلاء المسلمين للمسيحيين في بلادهم؟ والأمور المرعبة اللي بيرتكبوها ضد المسيحيين والكنائس اللي أصبحت تحت الأرض من إرهاب المسلمين ضد المسيحيين، ليه يا ترى؟ المحكمة اللي معروفة أن قضاتها ليبراليين ضد ترامب يستمروا في وقف قرار ترامب، وللأسف من وقت وقف القرار دخل أكثر من 1000 لاجئ مسلم غير شرعي، 72% منهم من 7 دول الإسلامية الإرهابية، وده من فوكس نيوز. متخيلين؟ يعني ترامب عايز يمنع الإرهاب وقتل الأبرياء، والليبراليين مش مهم بالنسبة لهم يتقتل الأبرياء المسيحيين الأمريكان أو حتى مش مسيحيين بس ناس محترمين، المهم بس يفوز في معركة سياسية. هذه أعداد الناس، دخل من سوريا 402 مفهومش مسيحي، دخل من العراق 340، دخل من صوماليا 100، من الصومال 155، من إيران 115، إيران اللي بيقعدوا يهتفوا ليل نهار الموت لأمريكا، من السودان 37. إيه رأي حضراتكم؟ دول اللي من ساعة موقفوا قرار ترامب كل الإرهابيين دول دخل. ليه ما حدش بيتكلم عن 7 دول دي وغيرها من الدول العربية اللي مش بس
بتقتل المسيحيين وبيستشهدوا في أراضيها اللي كمان لا تقبل أصلا أن يوجد فيه يهودي واحد في أرضها. ما حدش ليه بيتكلم على الوجه الآخر، على كره الإسلام لأي عقيدة أخرى؟ ليه ما حدش بيتكلم على السعودية اللي ما تقبلش يهودي، ولا إيران ولا العراق ولا اليمن ولا ليبيا ولا سوريا ولا الأرجنتين، آسف، ولا الجزائر، أخطأت، ولا الكويت ولا لبنان ولا عمان ولا باكستان ولا ماليزيا ولا بنجلاديش ولا الإمارات؟ ليه كل دول ما بيتكلموش عليهم؟ ولا الكويت؟ الكيل بمكيالين، الاضطهاد يستمر ضد شركة إيفانكا ترامب اللي هي بنت ترامب للأزياء بعد فوز والدها، فوقفوها من وقفوا الخط بتاع الانتاج بتاعها من عدة شركات، ودلوقتي بيضغطوا على شركة ماسي كمان عشان توقف للتعامل معها. ولما يلمح ترامب لهذا الأمر يتهمون ان هو بيعمل دعاية لبنته وبيستغل نفوذه السياسي في دعاية لبنته. يعني الليبراليين يضطهدوا بنته علشانه ويمنعوها وعايزين يبوظوا شركتها، وهو يتهموه قلب الفساد السياسي ان هو عايز يعمل دعاية لبنته. فعلا كيل بمكيالين. مش تلاحظوا ان الديمقراطيين اللي اغلبهم شواذ وملحدين يدعوا شيء يهاجموا المسيحيين بشيء المحافظين ويعملوا عكسه؟ هم اللي مليانين تعصب وكراهية واضطهاد وغيره، ويهاجموا المحافظين بالتعصب والكراهية والاضطهاد. سلسلة محلات سيرز وكي مارك تزيل مصنوعات شركة ترامب من موقعها الإلكتروني. مش ده برضو تحيز؟ مدرسة كندية تلغي الرحلة إلى أمريكا بحجة أنها غير آمنة سياسية. واو. لكن كندا اللي استقبلت كل اللي اترفضوا من أمريكا لفترة اللي فاتت من إرهابيين مسلمين هي اللي آمنة سياسية. مش عارف أقول إيه. فوز ترامب أخيرا حاجة كويسة في تعيين سكرتيرة التعليم المحافظة بعد تصويت نسبة 50-50، ونائب الرئيس اللي هو بنس يصوت للصالح وتصبح 51 فتفوز. أمل كتير إن الست دي فعلا تحسن شوية من التعليم الأمريكي اللي باظ، وترجع شوية المبادئ المسيحية للتعليم الأمريكي. أمل كبير زي ما قلت اللي تحاول تقلل شوية من التعليم اللي اتجه للإلحاد والشذوذ ومنع حرية الأديان ونزع الكتاب المقدس تماما. لكن المتظاهرين اللي ما عندهمش حيادية يمنعوها بالفعل من دخول مدرسة عامة. ما فين الحيادية؟ فين قبول الآخر؟ طلبة جامعة في أمريكا يرفضوا مجموعة طلبة محافظين بادعاء أن هم خطرين على البشرية. المحافظين المسيحيين خطر على البشرية، والمسلمين حلو. الشواذ اللي بيفسدوا بالأخلاق وبيبوظوا حتى الصحة العامة كويس، لكن المسيحيين بتوع المحبة والاحترام دول اللي خطر على البشرية. ايه رأيكم؟ أم غير راضية عن مستوى التعليم اللي انحدر في أمريكا، فتقرر أنها تعلم عيالها في المنازل، ما يسمى بالتعليم المنزلي المسموح، والورق يتقبل. ورغم كده تيجي مؤسسة خدمة حماية الأطفال تخلي الشرطة تقبض على الأم وتحبسها، والمؤسسة دي تاخد الأطفال منها، تنزع عيالها منها بحجة أن هي ما بتوديش العيال للمنازل. أنتوا عارفين ليه؟ السبب الحقيقي انه الليبرال الديمقراطيين بيحاربوا التعليم المنزلي باي شكل. ليه؟ عشان يتغسل مخ كل العيال بالكامل في المدارس الامريكيه اللي بتشجع على الالحاد والشذوذ. وده من اي بي سي نيوز. ايه رايكم؟ التعليم المنزلي اللي كان مسموح به دلوقتي بيهاجم وبشده، وممكن ام تخسر ولادها فقط لانها مش قادره تستحمل ان ولادها تتعلم حاجات منتهى القرف في المدارس. بعثة مستكشفين، وده خبر كويس، لقرية يعاريم بحثا عن تابوت عهد الرب. تعنيف جريدة فلسطينية، ايه الجريمة اللي ارتكبتها الجريدة دي؟ لانها بس سمت الحائط
الغربي باسم حائط المكة، فاعتبروه ده اسم يهودي، وازاي جريدة تقول هذا الاسم. أخبار اقتصادية، توقعات بأن الصين هتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول سنة 2050، وأمريكا هتنحدر وتبقى الثالثة بعد الهند. الاتحاد الأوروبي يواجه كارثة اقتصادية حسب تحذير المسؤولين بسبب ارتفاع الديون اليونانية، وده من التلغراف. البعض يتوقع بقرب حدوث كساد اقتصادي بسبب الكوارث اللي عملها أوباما في الاقتصاد قبل ما يسيب الحكم، ومهما الحاجات اللي بيعملها ترامب للتحسين، لكن برضه مش هتمنع الموجة الكبيرة اللي حصلت اللي هتقود للكساد. ألمانيا تحاول استعادة مخزون الذهب أسرع بكثير مما كان يخطط بسبب أن هي شعرة أن أوروبا تغرق اقتصاديا، وده من راشن تايمز. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، اللي زي ما فعلا سبق وأخبرنا به الكتاب المقدس. عرض مسيحي في حديقة صينية مدعم من الحكومة يشعل الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي، ليه؟ لكن طبعا لو العرض ده كان إلحادي ولا غيره ما كانش حد يتكلم. تزايد الاضطهاد المسيحيين في الهند، فعصابة غاضبة تمزق مبشر مسيحي. الجريمة اللي بيعملها ايه؟ بيدي الكتاب المقدس مجانا للناس في الشوارع، ده الجريمة اللي بيعملها هذا المبشر. غريبة على فكرة، اي طريق تاني بيكره المسيحية، الهندوس بيكرهوا المسيحية، الشواذ بيكرهوا المسيحية، الملحدين بيكرهوا المسيحية، المسلمين بيكرهوا المسيحية، أي طريق تاني بيكره المسيحية. الهجوم على المسيحيين في فرنسا من قبل مسلمين فرنسا اللي راحوا وتضخموا هناك تزايد بنسبة 245%، وأصبح مسيحيين فرنسا دلوقتي قلقون على أمنهم وبخاصة في الكنائس كمان. فرنسا دي اللي اضطهدوا فيها اليهود، شبه تخلصوا من أغلب اليهود، دلوقتي دوروا على المسيحيين. سلسلة المحلات تارجت اللي بعد ما سندت الشواذ في قوانينها فقطعها المسيحيين فخسرت الكتير، بتحاول ادعاءات كتير عشان المسيحيين مستمرين في مقاطعتها في امريكا. الملحد بيل ناي بيعمل برنامج جديد يستهدف المسيحيين عشان يقنعهم بالالحاد وخطأ المسيحية في سلسلة جديدة على نتفليكس. لو واحد مسيحي قدم سلسلة زي دي هيتهم بالغباء والكراهية وكل الكلام ده كله. بيل ناي. خبر جيد، طالب في فريق كورة يحصل له كسر في مباراة بطريقة صعبة جدا، ظن كتير منهم اللي شافوا الحادثة انه مش هيقدر يمشي تاني، يصرخ لمدة نصف ساعة من الألم، فيسرع قسيس موجود بالصلاة ليه ويشترك مع بقية اللاعبين في السجود والصلاة لأجله. فكالعادة تسرع مؤسسة التحرر من الأديان، أهم حاجة المؤسسات الشيطانية لازم تاخد لقب براق، الحرية، التحرر من الأديان، بإرسال شكوى وتهديد بقضية، ولازم هذا القسيس يتمنع ويتسجن، وده أمر غير دستوري، وده فرض عقيدة على طالب، والكلام الكبير ده كله. فكان الرد ده ليس فرض عقيدة ولكن تعاطف، والنتيجة ان الطالب ده حصلت له معجزة والألم توقف وتم شفاؤه، والموضوع واضح أصبح معجزة بسبب قوة الصلاة. سيدة عمياء بعمى لا يمكن علاجه حسب تقريرات الأطباء بوضوح، المسيح يلمسها ويعد لها البصر مرة تانية، وده من كريستيان بوست. على فكرة المسيح يعمل ليل نهار زي ما قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، والله لا يترك نفسه بلا شاهد. فيرجينيا تقبل قانون يحمي المؤسسات الدينية اللي هي المسيحية التي لا تقبل الشواذ أخيرا، بعد ما كانوا المسيحيين أصبحوا مجبرين. أيضا كنتاكي قانون يسمح للطلبة بالتعبير عن عقيدتهم وممكن يقتبسوا أعداد من الكتاب المقدس، ده من واشنطن تايمز. أخيرا أصبح الكتاب المقدس لما تجاب سيرته كما لو كان يعني حاجة مرعبة، تلاقيهم كلهم اتفزعوا ونطوا من مكانهم كما لو كان حاجة هتلدحهم. تفهمش ليه مفيش حد بيتحمل الكتاب المقدس الأيام دي، عشان فعلا الشياطين ما بتستحملوش.
آسف الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا. أطفال حضانة هيتعلموا دروس في الجنس والأهالي ما يقدروش يمنعوا هذا الأمر في بعض المناطق في إنجلترا. واو، والي اللي يعصر هؤلاء الأصابع. عرض ليدي جاجا في مباراة كرة قدم شهير الأسبوع اللي فات كان عرض مليان بالرموز الشيطانية 666 وغيرها. فعلا الشيطان زي ما قال أعطيك ممالك العالم، أصبح يعطي هؤلاء الممثلين والمغنيين اللي بيعملوا حاجات شيطانية ممالك العالم. إنسان آلي، آسف جدا سامحوني، بدأوا يصنعوه علشان الجنس، مبرمج بشخصية وذكاء صناعي من فوكس نيوز، آدي اللي يخترعوا الإنسان، يعمل إنسان آلي عشان يعمل جنس. قانون جديد في هاواي للأسف أنا آسف قد يسمح بتجارة الدعارة، ده من ABC نيوز، ده اللي العالم وصل. سيدة تدعي أنها متعادلة جنسيا ترفع قضية على محل حلاقة رجالي في كاليفورنيا. خير، واحدة راحت محل حلاقة رجالي قالت له عايز أحلق شعري، قال لها ده للرجالة بس، فلما رفضوا رفعت عليهم قضية إن هم كده ضد الشواذ، ويضطر المحل لتسوية الموقف ده. مش عارف أقول إيه. الأم الحامل تقريبا هيتمنع إنها تلقب بأم، هتبقى عيب إن هي حد يقول لها ماذر. ليه؟ علشان ده ما يضايقش الشواذ في بريطانيا اللي بيتضايقوا إن هي تتلقب بأم. مش عارف أقول إيه. كتأييد لما يسمى بالجندر نيوترال. إيه اللي وصل له العالم ده؟ إيه اللي وصل له العالم من فساد ده؟ فمرة تانية هدف الخدمة دي نخلي بالنا من الظلام الجنسي. ما أقصدش أخوف حد، بل العكس. هدف الخدمة إن ما نخافش، ربنا سبق أخبرنا إن الكلام ده هيحصل. لكن هدفي من الخدمة دي إن إحنا نستعد. الظلام بيزيد. زي ما قال معلمنا بولس الرسول هذا وأنتم عارفون الوقت أنها ساعة لنستيقظ من النوم. خلاصنا الآن قرب جدا، أي حد مسيطر عليه خطية يلحق ويتوب يستعد. خلي بالك لو ساد الظلام قوي وما كانش عندك زيت يكفي في مصابيحك من الإيمان العامل بالمحبة، مش هتقدر تدخل العرس مع العريس السماوي زي الخمس عذارى الجاهلات اللي ما كانش عندهم زيت كافي في مصابيحهم. الكلام اللي أنا بقوله ده لأن ربنا قال لنا نقوله لأنه ما نخافش منه. الحاجة التانية، ربنا قال لنا إن الحاجات دي هتحصل قبل ما تحصل عشان لما تحصل نؤمن، في زمن بيشككون في كل شيء. والحاجة التالتة والمهمة، لأجل حياة الاستعداد ضد العالم اللي بيحاول يشغلنا جدا عن اليقظة الروحية. فيقول لنا متى بدأت، تكتمل إمتى ملناش دعوة، لكن قال لنا أول ما تبدأ دي ترفع راسك، نجاتك تقترب. عريسنا قرب، اصنعوا ثمار طليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع،